حاجة دوسوا على الاشتراك والزرار الأحمر بالجرس عشان يوصلكوا كتير مع ألعب مع دودو. المرة اللي فاتت يا دودو لما عدينا من 1 لـ5 صاحبتنا آية بسرعة اشتركت وكتبت اسمها، كلنا نحيي آية. النهاردة بقى هنعد من 1 لـ5 وهنشوف مين بسرعة من صحابنا هيشترك ويكتب اسمه. 1، 2، 3، 4، 5. النهاردة يا دودو جايب لنا لعبة ايه؟ جايبين لعبة مينا. بصوا جايبين النهاردة لعبة جميلة، بانيو ميرا، البيت ده بتاع العرايس. دودو يلا قول لنا حاجة حاجة في البيت، حط صبعك وقول لنا هتبتدي منين. ده ايه؟ ده البيت. وده دول. ايه؟ لا لا يا دودو، ده الدولاب. لونه ايه؟ دولاب. دولاب لونه ايه الدولاب ده؟ اصفر. اصفر. دي ايه؟ أباجورة. أباجورة خضراء. أباجور. ده ايه؟ سرير. لا انا عينه سرير بلو. صح لونه ازرق. بص عليه مخدتين من هنا. اوكي ايوه. ده دي تسريحة وده كرسي التسريحة. لا مش كرسي، ده كرسي. هنشوف ده ايه. وده البانيو. بانيو. وده الحوض. اوكي يلا مين هيفتح؟ انا. مين يا دودو اللي هيفتح؟ دو ببقك يا دودو؟ لا 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 لا. يلا حد مين يساعد دودو؟ انت عارف ان اصحابك جايين النهارده يقعدوا في البيت يلعبوا فيه؟ يلا انا وانت. يلا احنا الاثنين. يلا انا وانت. انا حته دي. يلا كل واحد من حته. في بلاستر كده. يلا برافو. انا طلع حاجه حلوه. لا انا سنيني. هتطلع انت. يلا انا ماشي. انا هفتحها بس انت طلع. يلا انا عايزه اشوف يا دودو هترتب اللعبه دي ازاي. ماشي انت خد كل. هنرمي في الباسكت. باسكت هنا. يلا مين هيرتب؟ دودو. يلا تيجي ارتب معاك. بص اول حاجة البيت. ايه رأيك نحطه هنا؟ بانيو. بانيو هنا. هترتبه ازاي يا دودو؟ السرير ده. ده ايه؟ ورينا. انا اقول لك ده ايه. ده ايه ده يا دودو؟ دي جزامة. دي دي جزامة، دي بتاعة الجزم. وفوط. انا عارف الفوط. بص يا دودو اهم حاجة ده السرير صح؟ لازم نحط ايه جنب السرير؟ نحط الدولاب. فين الدولاب؟ اهو الدولاب. اهو معايا الدولاب. فين الدولاب التاني؟ انا عارف احط فلان كده عشان صحابنا يشوفوا. والسرير بنحط جنبه الاباجوره صح؟ ونشيل دي. نشيل دي خلاص. زبالة. زبالة. بص بقى التسريحه برضو تبع اوضه النوم. اوكي هنا اهي. وده الكرسي بتاعها. ده كرسي التسريحه يا دودو. لا نحطه لا هنحطه عدل. لا مش كده. ايوه كده مظبوط كده صح. بص بقى ده الحوض. اوكي وده البانيو. ودي بتاعه الفوط عشان العروسه لما تستحمى بتنشف صح. ايه رايك نشوف مين صحابك اللي جم؟ اهي الفوطه اهي متعلقه. وهي الجزم اهي. فين الفوطه؟ وعارف فيها كام فوطه؟ فيها 3 فوط. 2، 3، 4. يلا بصي يا دودو بقى هنملى البانيو وهنملى الحوض ونجيب صحابك يستحموا. ايه رايك؟ بصوا دودو جاب الميه هيملى بقى البانيو.
ياي اتملى اتملى خلاص. يلا وتملى الحوض. جواه هنا هنا يا دودو، هنحطه هنا كده. يلا املى وري اصحابنا. بس بصوا ملى البانيو بالازازه الصغننه. يلا ايه رايك نختار مين نحميه؟ ايه نختار دي. اوكي يلا بصوا. انت بابا هيقعد على بابا هيعمل ايه؟ على اللابتوب. بابا هيشتغل على اللابتوب. لا استنى نفتحه نحطه هنا. ايه رايك نحطه هنا؟ عشان الميه مش بنقعد هنا. نفتحه نفتحه. بصوا اللابتوب بتاع بابا عامل ازاي. اوكي مين بقى هيغسل وشه في الحوض؟ نختار مين؟ العروسة. لا نختار دي عشان نختار دي عشان ده صغير. اوكي عامل زي دود. طب والبيبي الصغنن ده انت عارف ان ده لابس بامبرز؟ نستحمى. ايه رايك نقلعه ونحميه؟ بص دودو قلعه البامبرز. ممكن يستحموا مع بعض على فكرة. لازم صابون. لا لا مش لازم. ودي تستحمى برضو. حطيت مية. تعالوا نملى ده مية. خلاص يا دودو هما كده استحموا عشان بقى محضرين لهم. بصوا بصوا دودو جايب ايد العروسة عجلة صغننة. بصوا بتمشي كده اركبها. وجايب حاجه كمان. بصوا جايب ايه؟ سكيت بورد. وكوره. بصوا وجايب لهم كوره. لا خد هيلعبوا بيها. نبشيها. لا انا ما انا انا انت نبشيها. دودو الاول هيركبها العجله. بصوا العجله صغننه على قدها بالظبط. دودو بيمشيها بظهرها. بصي يا دودو العروسه بتمشي بالعجله. نطت في شعر دودو. طب ودي ما طلعتهاش ليه من البانيو؟ مش خلاص دي استحمت؟ دور دي. لا فستان فستان فستان. بص يا دودو بقى الكره دي مين هيلعب ماتش؟ هنختار انهي عروستين يلعبوا ماتش. فين الكرة الصغيرة؟ بص هيلعبوا ماتش. لا مش هتجيب جون. يس جيب. مش هتجيب. هي جبت جون. جبت جون. لا. اوه جابت. لا مش الكرة وقعت. دودو بيغسل الكرة عشان وقعت. يلا 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 ايه دودو اللي فات كله يحيي دودو. بصوا بصوا اللي دودو معاه في ايده لابس زي هات نوري لاصحابنا ازرق وازرق. وريني. بص بص وشه ولابس طاقية. انا مش لابس. طب اعدل له طاقيته عشان يشوفوه. بصوا هو ده صاحب دودو لابسين ازرق. ها ايه بقى رايكم يا اصحابي في البيت الجميل ده؟ بصوا البيبي بصوا فضلت بقى في البانيو هتفضل نايمه فيه على طول. بابا بقى ايه تعب هيروح. هيروح فين يا دودو؟ تعرف هيروح فين؟ على السرير. هينام على السرير الجميل عشان ماما لسه ما جاتش من الشغل والبيبي هتستحمى ودول هيلعبوا بالعجل صح؟ لو الفيديو عجبكم بسرعه دوسي على اشتراك عشان دودو عنده العاب كتيره. دودو دودو باي. دودو نام بقى يا اصحابي. يلا باي.